هي تركيا من البلاد اللي بعيدة دلوقتي، وجيت زرت المشروع بصراحة وهي أرض فضاء، والحاجة الوحيدة اللي بصراحة اللي لقيت فيها التزام ويعني صدق بالوعد إن المكان بقى حاجة تحفة معمارية بصراحة، ولازال يعني واضح إن هيبقى فيه أحسن من كده بعد ما يتم المشروع بالكامل، بالحمامات السباحة، بالجيم، مكان الصالة، يعني هيبقى حاجة جميلة جدا، خصوصا الناس اللي هتيجي تأجر هنا أو تقضي الأجازة بتاعتها. بصراحة يدوب من عندي أحسن من إسطنبول، هادية، الناس بتاعتها يعني طيبين، ريحة الجو، المكان على جبل برضو دي حاجة تانية، إن أنت شايف البحر من بعيد. نشكر اللي شارك وعمل المجمع الجميل الممتاز ده بصراحة. شركة عمران ترك، الاستثمار الناجح في جنة الأرض.